وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين وضع، وتبعته نساء كن قد أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده، فرجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي: إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم 3، لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. قال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر.